أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حوار اليوم. في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات العالمية في هذا المجال. حول توجيهات الرئيس السيسي ومستقبل الطاقة الخضراء في مصر يدور حوارنا اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور وحيد إمام أستاذ البيئة بجامعة عين شمس. مرحبا بكم مشاهدينا، نواصل حوارنا مع ضيفنا لكن بعد هذا التقرير. تظهر أهمية الطاقة الخضراء بالنظر إلى المخاوف المتنامية من حتمية نضوب الطاقة التقليدية وتفاقم المشكلات البيئية والتغيرات المناخية، فضلا عن زيادة عدد السكان، إلى تأثر بالسلب عن نضوب مصادر الطاقة الأحفورية والتي تستدعي البحث عن مصادر بديلة. ومن هذا المنطلق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التسهيلات اللازمة كافة لإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأجنبية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام التي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية التي تزخر بها البلاد هنا وهناك، حيث تحرص مصر على متابعة التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بما فيها مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح. ويشير المراقبون أن مصر يمكن أن تقتنص العديد من الفرص فيما يتعلق بقطاع الطاقة الخضراء من خلال اعتماد سياسات داعمة لإقامة مشروعات الطاقة خاصة في مجال الطاقة الشمسية وتعزيز سبل التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال كألمانيا، واتخاذ معايير جديدة خاصة باستهلاك الوقود على مستوى الشركات الصناعية والتي من الممكن أن تقلل من استهلاك النفط فضلا عن خفض معدلات التلوث البيئي، إلى جانب الاهتمام بجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء وجعل الاستثمار فيها جزءا أساسيا من حزم التحفيز للنشاط الاقتصادي. عودة إلى ضيفنا الدكتور وحيد إمام أستاذ البيئة بجامعة عين شمس. دكتور وحيد، أجدد التحية لحضرتك، وفي البداية حتى يعني نضع المشاهد معنا في الصورة، نقدم تعريفا بسيطا لما يقصد بالطاقة الخضراء. الطاقة الخضراء هي أي مصدر يولد طاقة كهربية لا يترتب عنها عن توليد هذه الطاقة الكهربية انبعاثات كربونية تلوث البيئة. ده رقم واحد، بمعنى ان لما ادي مثال مثلا بالطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه بتعتمد كليه على طاقه الشمس الضوء. طاقه الرياح مثلا في تشغيل التوربينات بتعتمد على الهواء، ما فيش هنا حرق وقود احفوري ولا اي انبعاثات خالص في السكه. وبالتالي مجرد ما تولدت الطاقه من الشمس من الخلايا الشمسيه او من التوربينات الهوائيه ابتدت تخش على طول على شكل كهرباء. كهرباء بقى شغالها في اي حاجه زي ما انت عايز، ما فيهاش مشكله خالص. لكن انا محطات الكهرباء التقليديه اللي موجوده بتعتمد على حرق وقود، ايا كان بقى هذا الوقود سولار مازوت يطلع فحم يطلع الغاز. انت خدت مصدرين من مصادر الطاقه الخضراء وهي الرياح. انا بدي مثال احنا بدنا نسمع عن انواع اخرى مثلا زي الهيدروجين الاخضر. ايه هو الهيدروجين الاخضر؟ الهيدروجين الاخضر ده عباره عن تحلل الميه، تحلل كهربائي، فالعنصرين بتوع الميه اللي هو جزيء الهيدروجين والاكسجين بينفصلوا عن بعضهم، فباخد الاكسجين في سكه وباخد الهيدروجين في السكه الثانيه وابدا اشتغل بيه. اعمل بيه ايه؟ ممكن اشغل مولد كهرباء
يولد لي كهرباء، ما فيش مشكلة، يعني أحركه زيه أكنه غاز بس مش غاز طبيعي. بقى هنا الغاز الطبيعي برضه بيطلع عنه ملوثة كربونية، لكن هذا عملية الحرق بتاعته ما بيتولدش عنها أي انبعاثات كربونية. فبالتالي دي عملية بتبقى سهلة ما فيش مشكلة خالص، بتعتمد على تحلل مائي. بس هو السؤال عشان يبقى أخضر يبقى عملية التحلل الكهربائي اللي احنا بنتكلم عليها لازم تكون مصدر الكهرباء اللي جايالها متجددة، طاقة شمس، طاقة رياح، طاقة مائية من سدود مثلا ولا الكلام من ده، ايا كانت السكة. كويس. احيانا ممكن نضطر نعمل ايه، نضطر ان احنا نقوم مثلا نشتغل بغاز نولد الكهرباء، يطلع الهيدروجين وهو بعد كده يبتدي ايه يشغل المولد. يعني يبقى نقول عليه الدفعة الاولانية قومه باي حاجة كويسة، بس ما استهلكش في الوقود الاحفوري الكم الكبير، وخاصة ممكن اشتغل بغاز كمية صغيرة يدوبك بس عشان اعمل التحليل الاولاني. مجرد ما عملت التحليل الاولاني خلصت خلاص، هاخد الهيدروجين اللي طالع ادخله جوه المولد يبتدي هو بقى يحلل، يبقى منه في دايره مغلقه تشتغل على طول. طب ليه بيقترن دايما ذكر الطاقه الخضراء بالتنميه المستدامه دكتور وحيد؟ التنميه المستدامه بتعتمد بشكل اساسي على عدم تلويث البيئه، لان المحددات الثلاثه بتاعتها هي تنميه اقتصاديه، تنميه بيئيه، والقاعده بتاعت المثلث اللي هي التنميه البيئيه. التنميه البيئيه اذا عملت تنميه اقتصاديه او اجتماعيه ولوثت البيئه معنى كده ان انت ما حققتش مفهوم التنميه المستدامه، ده جزء. الحاجه الثانيه في التنميه المستدامه انا المفروض احافظ على الريسورسز، الموارد اللي موجوده معايا للاجيال القادمه ما استهلكهاش. كويسه. فيبقى احنا عندنا لا تلوث البيئه من ناحيه عشان تعمل تنميه مستدامه، وده شرط اساسي. والشرط الثاني انك ما تستنزفش الموارد الناضبه اللي موجوده عندك زي الارض على سبيل المثال، زي المياه على سبيل المثال، كل دي من ضمن الموارد اللي احنا بنحتاجها حاليا بطريقه للندوب. يعني وضع طبيعي، ما انت عارف يعني انا من النهارده اجي اعمل مصانع مثلا على سبيل المثال على قطعه ارض. طيب ماشي، ما المصانع دي ممكن تبقى مصانع ملوثه، يبقى انت استنزفت الارض في صناعه انت محتاجها للتنميه، ده التنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه اللي احنا بنتكلم عليها، بس لوثت واستنزفت مورد. استنزفت ميه كانت محتاجها الصناعه على سبيل المثال، وكان المردود بتاعها انك استنزفت هذه المياه ولوثت البيئه من الناحيه الثانيه. ممكن تبقى التنميه متوازنه. التنميه متوازنه بمعنى ايه؟ اوكي، خد من الارض اللي انت عايزه، بس بشرط اما تيجي تعمل عليها المدارس والمستشفيات والمصانع والقصص دي كلها، المخرجات بتاعتها كلها لا تلوث البيئه. وعشان كده حتى بيجي من ضمنها تدوير المخلفات ايا كان. يعني هي مش قصه انبعاثات غازيه، ممكن تبقى انبعاثات غازيه، انبعاثات سائله، ممكن تبقى مخلفات باشكالها المختلفه خطره او غير خطره تبقى موجوده. المهم مفهوم التلوث ينتفي، نخلص من يعني افهم من كده دكتور وحيد انه ان لم تكن المصادر الطاقه خضراء التنمية لن تكون مستدامة، لأنه الموارد والثروات لن تدوم، اللي هي أساس التنمية. ده هقول عليه صح التعريف، ده التوصيف ده 100% أنا أعلم عليه صح. تمام. يعني أتفق معك فيه، ولكن ممكن نقول في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها نخف شوية. بمعنى ايه؟ اني أنا مش قادر أوصل بإن مصادر الطاقة بتاعتي تبقى 100% متجددة. مش هيحصل دلوقتي، يعني العملية دي صعبة شوية، لأن ما زال في بعض البلدان الكتيرة المتقدمة حتى الدول الصناعية بيعتمدوا على الغاز الطبيعي، وإحنا شايفين المشكلة بتاعت الطاقة عندهم. دي ناحية، بيعتمدوا على الفحم، ما زالوا بيعتمدوا على الفحم. حد يعني يتخيل إن إحنا في لغاية النهاردة 2022 والدول اللي نادت بإن الفحم يختفي خالص في التعاملات بتاعته في مجال الطاقة هم نفسهم اللي رجعوا يستخدموا الفحم أما حصلت عندهم أزمة الطاقة اللي موجودة. فإذا التحول لازم هيجي تحول تدريجي. طب معنى كده إن الناس دي ما بتعملش تنمية مستدامة؟ لا، بتعمل تنمية مستدامة، بس بيقدر يعمل إيه؟ الملوثات اللي طالعة بيتخلص منها. هي دي النقطة اللي أنا بتكلم عليها. بيلوث
بس عنده القدرة انه يقدر يتخلص من هذه الملوثات بتكنولوجيات عالية التدوير يعني. قد يكون تدوير لو انبعاثات غازيه وفيها كربون يقدر يمتصه. وهبقى ازاي يجمع غاز ثاني اكسيد الكربون ويدخله يخزنه تحت الارض او يدخله الصوب او يدخله في منظومات كتيره جدا جدا ليها فوائد كتيره. اقصد ان هنا يعني ايه البعد الاقتصادي للدوله، البعد التقني للدوله والتكنولوجي اللي موجوده بيخليها تقدر تشتغل في مفهوم التنمية المستدامة على القدرات والإمكانيات اللي موجودة فيها. احنا عندنا طبعا بنراعي ان كل دولة من الدول لها خصوصيتها ولها قدراتها، وبالتالي انا دولة زي مصر مش حاجة اقول لها في يوم وليلة. هو ده سؤال حضرتك فعلا الان، هو حضرتك شايف استراتيجية مصر في هذا الاطار ماشية ازاي؟ لا الاستراتيجية ماشية بشكل جيد جدا. لان احنا في البداية انا هفكرك يمكن مثلا في عام 2011 و2012 كان انتاج الكهرباء اللي موجود عندنا، احنا كان قبل الثورة على طول قبل 2011 كان اجمالي انتاج الكهرباء 34 جيجا كويس، يعني 34000 ميجا وات كويسة. بعد الثورة كنا بنلاحظ ان في مشاكل كتيرة جدا والكهرباء بتنقطع وبتاع مش عارف ايه، ويطلع لنا في التلفزيون التنبيه احنا وصلنا للخط الاحمر، لا خفوا استهلاك الكهرباء. اما الدولة ابتدت تنتبه للقصة دي من ساعة ما معالي السيسي تولى قيادة الدولة، ابتدت الاستثمارات تتجه لمزيد من الطاقة، ودي نقطة كانت مهمة. مزيد من الطاقة بيعني ايه؟ بيعني ان انا انوع مصادر الطاقة عشان اقدر اتحكم في الكمية المنتجة من مثلا على سبيل المثال الكهرباء اللي انا بحتاجها كويسة. فال 34 دول كانوا وصلوا بعد الثورة لحوالي 12 و13 جيجا، يعني 12000 و13000 من 34 نزلنا. النهارده احنا بنتكلم في 54 و55 يعني احنا ضعفناها ثلاث مرات يعني على عام 12 وعلى قبلها اللي هي على عام 10 يبقى احنا تقريبا ضعفناها الضعف. يعني مصادر الطاقه المستخدمه، مصادر الطاقه في اللي كان في المزيج اللي موجود، كان عندي البترول، كان عندي الغاز الطبيعي، دول كانوا المصدرين الاساسيين. الفحم دخلناه على مدد، ما كناش بنستعمله، ولكن في السنوات الخمسة اللي فاتت احنا دخلناه لفترة زمنية محددة لتنويع مصادر الطاقة، وكانت الحكومة عارفة انها هي هتوقفه وهبلك لغاية ما الطاقة الجديدة والمتجددة ابتدت تنمو وتاخد الحيز بتاعها. انا كان عندي ايه؟ كان عندي سد عالي، هو دي المصدر الاساسي للطاقه المتجدده اللي هي الطاقه اللي جايه من المياه، مصادر المياه كويسه. كان بيولد لي وما زال بيولد لي لغايه دلوقتي حوالي 2.2 جيجا من ال 54 اللي انا بتكلم عليهم. اذا نسبتها كام تقريبا؟ 10% او اقل؟ لا لا دي حاجه صغننه خالص. يعني ايام يعني احنا بنتكلم ساعه ما اتبنى السد العالي كان بالنسبه لمصر، مصر كانت تعداد السكان كلهم كام؟ ما جوش 20 مليون. كانت وقتها بتولد كميه كبيره، كانت بتولد او نسبه كبيره، كانت نسبه كبيره. احنا النهارده 100 مليون متوزعين. الدنيا اختلفت خالص معانا دلوقتي. النمو السكاني يعني عامل مشاكل كبيره، غير ارقام كتير. ما هو انت بتنمو سكانيا معناها هتعمل ايه؟ معناها طب انا عايز اكل الناس دي، اعمل لهم مصانع، البس الناس دي، اعمل لهم مش عارف ايه، اسكن الناس دي، اديهم خدمات صحيه، فكل ده محتاج طاقه. صحيح. فاصبحت القصه الاثنين والثلاثه نيجا اللي احنا بنتكلم عليهم دول ما بقوش حاجه خالص. فابتدينا بقى في مزيج الطاقه هنا، هو بقت الطاقه المتجدده وصلنا بيها والحمد لله عام 2022 انها بقت 20% 20% من مصادر الطاقه دي كلها خضراء وغير خضراء. احنا الخضراء دلوقتي 20% 20% خضراء 20% خضراء من اجمالي ال 54 اللي انا بتكلم عليهم دول.
اتوقع على تقريبا انت بتقترب من النصف في المئه. النصف حوصل ل 45 على عام 35. يبقى اذا انت بتقترب للنص كمان نقول 45%. 45%. بص طيب بالنسبه للمرضيه بالنسبه لك كمتخصص في البيئه دكتور وحيد على الظروف العالميه على الوضع الاقتصادي العالمي واللي احنا شايفينه، اعتقد ان مجال الطاقه ماشي بشكل جيد جدا جدا جدا. ويمكن اللي يرضيني اكتر ان ما بقتش مصدر ومصدرين او ثلاثه بس اللي احنا بندور عليهم. هعدد لك دلوقتي المصادر اللي احنا وصلنا لها في 2022. احنا اتكلمنا على كانت البدايات سد عالي وبتاع والطاقه المتجدده اللي طالعه من الايه من السدود، ادي واحده. ابتدت طاقه الرياح تخش معايا، ابتدت الطاقه الشمسيه تخش معايا وتخش معايا بقوه. ابتدى معايا المخلفات اللي كانت عامله مشكله كبيره، ابتدت تنشا مصانع لعمليه حرقه، مش تدوير بقى هنا، عمليه حرق المخلفات، حرق تام لا ينتج عنه ملوثات خالص ولا انبعاثات ملوثه للهواء، وفي نفس الوقت بيولد لي الطاقه الكهربائيه اللي انا عايزها. ودي المصانع دي ابتدت تشتغل عندنا في مصر، ودي حاجه رائعه جدا تخلصك من مشكلتين، مشكله كهرباء وانت محتاج طاقه جديده متجدده، ومشكله مكلفات. الحاجه الاخيره اللي سيادتك اشرت وتفضلت بذكرها اللي هي الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر النهارده الاستثمارات بتاعه الشركات العالميه اللي داخله في مصر 7 مليار دولار انتاج هيدروجين اخضر عشان ينتجوا هيدروجين اخضر. لكن لم ننتج، ما عندناش خط انتاج حتى الان. لا لا، عندنا مصنع ابتدى يشتغل كويس، ولكن انا بتكلم ان في خلال الخمس سنوات اللي جايين هتبقى مصر هبه، يعني مصدر رئيسي ومركزي في حاجتين. رقم واحد الغاز الطبيعي، هو ده مش وحش كويس، لان طبعا الغاز الطبيعي ينتج عنه انبعاثات، بس بقول بس الاقل، يعني ده الاقل ضررا، اقل في عمليه الحرقه. الانبعاثات الكربونيه اللي بتطلع بتبقى اقل كويسه، ويمكن ده اللي بيخليهم انهم على 2030 معالي الرئيس اشار ان ما فيش سيارات هتشتغل في مصر بال زي ما قلت لك بالبنزين ولا بالسولار ولا اي حاجه. يعني احنا بنتكلم في 8 سنين كويسه، ولكن الهيدروجين الاخضر زي ما بقول انا في خلال الثمان سنوات اللي جايين مصر هتقدر تصدر، مش بس هيبقى استخدام داخلي، لا وتصدير خارجي. محطات الطاقه الكهربائيه ممكن تشتغل بالهيدروجين الاخضر، الباصات والسيارات زي ما كانت بتشتغل بالغاز هتشتغل بالهيدروجين الاخضر، هيبقى موجود ومتاحه. المنظومه الجديده اللي مصر داخله عليها مع السيارات الكهربائيه والباصات وخلافه مع اللي بتعمل بالطاقه، في سيارات دلوقتي بتعمل بالطاقه الكهربائيه، في سيارات بتعمل بالطاقه الشمسيه، في سيارات معاك دلوقتي هتشتغل بالهيدروجين الاخضر، وهيختفي بقى حتى بعد 8 سنوات اللي هي الغاز الطبيعي وخلافه. انا اتوقع طبعا على ذكر السيارات الكهربائيه دكتور وحيد، احنا ليه السيارات الكهربائيه يعني بيمضي توطينها على استحياء عندنا في مصر؟ التكنولوجيا لسه، احنا عندنا مصنع واحد دلوقتي اتعمل والتكنولوجيا لسه حديثه كويس ومكلفة. أنا المشكلة اللي عندي هنا هو إنك توطن عندي الصناعة، ودي نقطة مهمة إن الصناعة تبقى صناعة مصرية. يعني أنا ما كنت بتكلم مع سيادتك، المغرب بتنتج 750 ألف سيارة كهربية سنويا. معنى كده إيه؟ بتصدر لكل حتة كويس، لأنها من بدري وطنت الصناعه اللي موجوده وعملت خطوط الانتاج. هو ده اللي احنا بندور عليه، ان يبقى عندك خطوط انتاج عالميه تخش عندك وتشتغل. وده الحكومه بتعمله والمعالي الرئيس السيسي بيعمله، ان هو بيحاول دلوقتي ان في المناطق الاقتصاديه اللي موجوده عندنا في السويس ومنطقه قناه السويس دي كلها في عمليه التنميه، مصانع كتيره هتخش وتبتدي تستثمر في مجال صحيح السيارات الكهربائيه. جديد هذه المساله، والرئيس السيسي استقبل مؤخرا السيد اندرو فورست، السيد اندرو فورست رئيس شركه اف اف اي الاستراليه للطاقه، ودي هتدخل مع مصر في شراكه لانتاج الهيدروجين الاخضر وتوطين السيارات
بتشتغل بالطاقة الكهربية. فدي نقطة مهمة جدا انك توطنها، يبقى عندك الخطوط وتبدأ تنتج. احنا مشكلتنا ان مصر في وقت من الاوقات، لو نتذكر انا كبير 68 سنة، يعني الحمد لله عصرت جزء كبير من الذاكرة المصرية. كان شركة مصر للسيارات، انت يعني احنا كنا بننتج عربيات سواء بسات او سيارات، اللي هي سيارات اللي كنا بنجيبها كانت 128 وغيره، وقصص دي كلها كنا بننتجها. بعد كده للاسف مع عمليه تفكك هذه الكيانات اللي موجوده بالخصخصه وغيره، ابتدينا نخش في ان احنا نعتمد كليات على تصدير على الاستيراد، وحاليا بنحاول نستعيد خطوط الانتاج مره ثانيه، وده اللي كان مفروض حافظنا عليه احنا بنرجع له. يعني انا بحيي الحكومه الحاليه لانها جمال عبد الناصر ابتدى بثوره صناعيه كبيره قوي بتعتمد على ان كل حاجه تبقى متوطنه موجوده عندك، مصانع حديد وصلب وغيره والمانيا بتاع مش عارف ايه. احنا بنرجع تاني النهارده بعد الزمن ده كله، بنرجع للي ابتدينا بيه اللي كان المفروض نستمر فيه، وده مش وحش. طيب دكتور وحيد، الاعتماد على مصادر الطاقه الخضراء مكلف؟ حاليا مكلف طبعا، حاليا مكلف. يعني انا اديك مثال، اما اقول الكيلو وات بالطاقه الشمسيه يكلفني قد ايه؟ يكلفني حده الادنى النهارده 20,000 جنيه عشان اطلع كيلو وات. كيلو وات واحد كويسه، يشغلني بالنهار، بيشغلني فتره النهار طول ما في ضوء كويسه. بالليل انا مضطر ادفع 20,000 تانيين باتريز اللي هي البطاريات اللي هتخزن الطاقه الشمسيه، واخد بالك؟ يعني معناها ان الكيلو وات يكلفنا 40,000، ده كتير انا كمواطن وكاستاذ جامعي. الطاقه الشمسيه، بينما لو انا هولد الكيلو وات ده بالوقود العادي، الكيلو وات مش هيكلفني جنيه ونص مثلا ولا حاجه حاليا. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره مش في كده، الفكره إيه؟ ان انا عشان اولد الكيلو وات بضطر اعمل اجيب مولدات كبيره في محطات كهرباء ما بتشتغلش على الشكل الفردي. لو على الشكل الفردي انا اجيب مولد صغير وهحطه فيه سولار واشغله وانور الكام لندا والتلفزيون والبتاع والقصص دي كلها، يبقى انت هنا لوست واستهلكت وبالك ازاي بالسولار مثلا وخلافه. ولكن الطاقه الشمسيه بالنسبه لك انت بتدفع التكلفه اللي انا بتكلم عليها دي مرة واحدة، ودي الميزة. يعني ايه؟ انا بدفع مثلا 20,000 مرة واحدة وبيقعدوا معايا 25 سنة ما بعملش حاجة، مش بتكلف. فكأنك التكلفة اتوزعت على مدار العمر بالنسبة لك. اما بالنسبة للمولد فهو يومي، يعني على قد سولار بيخلص بتولد انسون العملية يومية. لو جمعتها في الاخر على مدار ال 25 سنة هتبقى الطاقة الشمسية اوفر. بالظبط. بس هي الفكره مين يدفع في البدايه الاستثمار هنا. هنا بقى هل هيبقى عبء او ثقل على الاقتصادات الناميه مثلا زي مصر؟ وعشان كده مصر ما بتعملش القصه دي بنفسها. يعني ايه؟ يعني بضطر اعمل تحالفات واتفاقيات من خلال التعاون الدولي، واحنا عندنا بسم الله ما شاء الله وزارة التعاون الدولي نشهد لها بالقدرة على جذب الاستثمارات، واحنا شايفين المؤتمرات والمنتديات اللي كانت الاسبوع اللي فات اللي خاصة بالاستثمار وهم بالك ازاي في مصر وفي افريقيا. انا مهم جدا ان في كيانات كتيرة ممكن تيجي تستثمر عندك في مجال الطاقة الجديدة، في مقابل جزء منها قد يكون قرض ميسر، ماشي ما فيش مشكله طالما ما بيحملش عبء على الدوله ولا على الاجيال القادمه. والجزء الثاني ممكن يكون منحه، ودي اللي احنا بندور عليها في كاب 27. كاب 27 انا عندي صندوق، من حقي في هذا الصندوق اخد اللي انا عايزه. انا عايز قد ايه؟ عايز 314 مليار دولار على مدار قد ايه؟ على مدار 28 سنة. رقم ممتاز، 314 مليار دولار على 28 سنة.
مصر قالت انا محتاجه في الثمان سنوات اللي جايين 120 مليار من ال 314 هاخدهم في مشروعات في الثمان سنوات دول. منهم ايه بقى؟ منهم مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده. دول كلهم جايين من الصندوق الاخضر للمناخ. مش بنقول لا ده مش قرض ولا منحه، ده حق مكتسب مقابل ان الدول الصناعيه لوثت وادت الى الاضرار اللي احنا للاسف بنعاني منها دلوقتي بسبب الاثار السلبيه لتغير المناخ. دي مشكله. طيب دكتور وحيد، اسمح لنا نتواصل عبر الهاتف مع ضيفنا على الهواء الاستاذ محمد صلاح الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون البيئه. اهلا بيك استاذ محمد. وكنت بتكلم مع الدكتور وحيد امام عن العوائق امام او العقبات اللي ممكن تحول دون انجاز بوتيره اسرع ملف الطاقه الخضراء في مصر. استاذ دكتور خالد، دعني ارحب بحضرتك وبيتك الكريم. الحقيقه ان انا كاتب صحفي متخصص في شؤون الطاقه وليس شؤون البيئه. نعم. الحته اللي حضرتك يعني وضح انها في استراتيجيه لدى الدوله المصريه ممثله في وزاره الكهرباء والبترول بتعظيم استفاده من الطاقه الجديده والمتجدده فيما يخص انتاج الكهرباء من الطاقه النظيفه، اللي هي احنا بنتكلم على طاقه جديده ومتجدده، اذا كانت طاقه رياح، اذا كانت طاقه شمسيه، اذا كانت طاقه كهربائيه، كانت طاقه من الضخ والتخزين. اللي احنا المفترض ان احنا بننشئ اول محطه في منطقه عتاقه في السويس. فيما يتعلق بالطاقه الخضراء او الهيدروجين الاخضر، ومع في ظل اهتمام القياده السياسيه المصريه ب انعقاد فعاليات كوب 27 في مدينه شرم الشيخ خلال نوفمبر، ففي توجه ودعم كبير جدا جدا من الدوله المصريه في الملف ده تحديدا. واللي ابرزه انه النهارده شايفين ان في مصر في مبادرات اطلقت يعني بالتزامن مع 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 مع, مع كوب، او منها انه العمل على التوسع في انشاء محطات التيارات الكهربائيه. احنا شفنا زياره للسيد رئيس مجلس الوزراء على مدار يومين في شرم الشيخ، ومتابعه الاعمال اللي بيتم تنفيذها من لضمان يعني استمراريه او توليد وانتاج الطاقه الكهربائيه من مصادر متجدده، لان ده طبعا لانه ده بيساهم في التصدي لظاهره الاحتباس الحراري. اضف الى ذلك ان في استراتيجيه المفترض في مصر قائمه على ان بحلول عام 2035 المفترض يبقى اجمال الناتج من المساهمات الطاقه الجديده المتجدده في الشبكه القوميه الكهرباء او الانتاج ما يقرب من 42% من اجمالي الطاقه المولده. احنا عارفين طبعا يا دكتور خالد ان الفتره الحاليه احنا شايفين يعني خريطه السياسه العالميه بتتغير، وشايفين ان المعركه بعد من معركه سياسيه لمعركه اقتصاديه بحت. قائمه على انه طبعا اتخاذ الغاز كوسيله للحق يعني لتبادل المصالح. النهارده كان لزاما على مصر ان هو توجد بدل، على الرغم من ان احنا تحولنا لمركز اقليمي لتداول الطاقه، ومن ثم احنا شايفين واردات او اصبحنا ان احنا بنصدر الغاز الطبيعي لبلدان العالم المختلفه، وابرمنا اتفاقيات عديده مع دول الاتحاد الاوروبي، وطبعا كان مصر سباقه. انت تقصد استاذ محمد انه ليس خيارا امام مصر، ده احنا مضطرين يعني. مضطرين طبعا، لازم احنا بنواكب العالم، ولازم يبقى عندنا حلول يا دكتور خالد. ان انت النهارده علشان تعظم الاستفاده من وعندك انت البيئه وعندك السلسله اللي هي تسمح لك انك انت تعظم الاستفاده، وبرضه تواكب يعني الظواهر المختلفه اللي بتطرى على العالم زي ظواهر التغيرات المناخيه. انا النهارده الطاقه التقليديه اذا كان بتكلم في بترول او غاز طبيعي دي طاقه ناضجه، طاقه تقليديه، هيجي وقت ومش هنلاقيها بعد يعني بعد ازمنه في القادم. انت النهارده القياده السياسيه بتعمل على تهيئه المناخ بالاجيال القائمه، تعمل على ان هي تصدي لظاهره زي ظاهره الاحتباس الحراري، واحنا عندنا يعني الامكانيات اللي بتساعدنا، ومن خلال خطط بتشارك فيها الوزارات والهيئات المختلفه في الدوله المصريه. طيب استاذ محمد، مساله احنا داخلين على مؤتمر كوب 27، هل يعني لزاما علينا ان ندخل هذا المؤتمر وقد انجزنا يعني حد ادنى من هذا الملف، ملف الطاقه الخضراء في مصر؟ طبعا ده توجه عالمي، وده مناخ وبيئه جاذبه للاستثمار النهارده.
النهارده الطاقه الجديده ومتجدده استثماراتها كلها استثمارات اجنبيه. انت حضرتك عشان تبعت رسائل للعالم اللي دول العالم وكبر الشركات العالميه الاستثماريه، واحنا شايفين انه في لقاءات مستمره سواء مع يعني مع القياده السياسيه المصريه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي او مع الوزارات المختلفه اللي هي منوط بها ان هي متابعه تنفيذ مثل هذه او استراتيجيه الدوله. اذا كانت بتتكلم في وزاره الكهرباء او وزاره الطاقه او وزاره البيئه او وزاره البترول، احنا شايفين تكامل بين الوزارات الثلاثه او بين الجهات اللي تابعه للدوله المصريه علشان نظهر بشكل يليق بمكانه مصر، وليس حتى كمركز تسمى الدوله الطاقه، بل مركز ان احنا هنصبح ان احنا هنصدر الطاقه الكهربائيه دي في يوم من الايام لقارات الدول المختلفه، سواء بتتكلم في اوروبا من خلال خط الرابط العربي بين مدينه قبر وكوبستان اليونان، او بتتكلم على تصدير الطاقه الكهربائيه الى دول افريقيه عبر السودان ومن ثم طبعا يعني، وبرضه هيبقى كزراع سياسي. احنا النهارده يعني اصبح يعني الطاقه اصبحت النهارده يعني احدى القوى الناعمه اللي بتستخدمها الدول حتى في الحروب بتاعتها، او اول ما يبقى في اي اختلافات او اي يعني او اي خطوات تصعيديه بيبقى من الدول من بعض بيبقى من خلال ملف الطاقه، لانه ملف حساس وشائك جدا 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 يا دكتور خالد. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ محمد صلاح الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الطاقه. شكرا يا استاذ محمد. أعود إلى حضرتك دكتور وحيد فيما يتعلق بالعقبات أيضا اللي بتحول دون إنجاز هذا الملف بوتيرة أسرع على الأقل. بصي، رقم واحد التكلفة، التكلفة بتاعتها غالية. رقم اثنين التكنولوجي، دي مهمة جدا، يعني أنت تبقى عندك تكنولوجيات عالية. يعني على سبيل المثال ما تجيش تديني توربينة هواء مثلا هنا هو، والتوربينة اللي موجودة تكون من الجيل الاول ولا الجيل الثاني. النهارده احنا تخطينا القصص دي كلها. فانت للاسف اما بتاخد تكنولوجيات من بره ما بيسمحلكش بالنوهاو خالص. وبالك ودي نقطه مهمه، وبالتالي بتفضل معتمد عليه اعتماد كلي. امتى بيسمح لك بالنوهاو ويديها لك حق وبراءه الاختراع والقصص دي كلها؟ اما تبقى ادمت عنده ودخل في الاجيال الجديده. دي مشكله. دي مشكله. يبقى اذا احنا دي مشكله من ضمن المشاكل الموجوده. الحاجه الثانيه تسعيره الكيلو وات. تسعيره الكيلو وات كانت لغايه السنه اللي فاتت عامله مشكله. لاني انا مش هروح استثمر وادفع مليارات في محطه طاقه شمسيه مثلا على سبيل المثال وما اقدرش اغطيها كمستثمر، يعني اعوضها. وبالتالي يبقى الاستثمارات في الحاله دي هتبقى لمين؟ مش للقطاع الخاص. الاستثمارات يبقى للدوله هي تعملها. الدوله ما تقدرش تقوم بكل حاجه، مستحيل. وبالتالي انت محتاج ان الشريك الاساسي بتاعك يبقى موجود، القطاع الخاص. طب القطاع الخاص عشان يخش، ما هو القطاع الخاص ما احنا عارفين ده رأس مالية طبعا، ورأس مال محتاج ربح، ده امر مسلم به. وبالتالي مهم جدا ان كان لازم تسعيرة الطاقة تبقى موجودة، اتعمل التسعيرة للطاقة الجديدة والمتجددة مرضية للمستثمرين. ابتدوا دلوقتي يعملوا، يعني انا عندي مثلا في ثلاث محطات كبار جدا لأكبر مشروعات الطاقة الرياحة، منهم واحدة استثمار كله قطاع خاص. يعني بودي بتولد لي مثلا على سبيل المثال 250 ألف ميجا واط، يعني كم كبير، أو حوالي ربع الطاقة بتاعة الرياح اللي طالعة عندي هنا هو، ده قطاع خاص ما عنديش مشكلة. الطاقة الشمسية ابتدت في شركات تخش، بنبان احنا شايفين الاستثمارات اللي كانت موجوده فيها، جزء برضك داخل في قطاع خاص. ودي اربع محطه موجوده 2.2 جيجا وات، سد عالي تاني موجود. انت النهارده برضك اما نيجي نكمل الاستثمارات الجميله في مجالات الطاقه الجديده المتجدده، محطه الضبعه، احنا ليه ناسيين محطه الضبعه؟ محطه الضبعه من المحطات اللي هتشتغل وهتولد عندك مخطط ليها فيها عندي هنا هو ثلاث مفاعل، اربع مفاعلات، اربع مفاعلات كل مفاعل منهم سد عالي 2.2، يعني اضرب في 8، يعني احنا دخلنا مثلا على حوالي 10 جيجا كمان طالعين. وهنبلغ طاقه بديله ومتجدده مع التسليم حاليا دلوقتي بعدم خطوره، يعني المحاذير اللي كنا بنخاف منها في حته الطاقه النوويه واستخداماتها والحوادث اللي ممكن تحصل، الكلام ده مش موجود. احنا شايفين محطات بتتضرب
بصواريخ وقنابل، وعلى الرغم من كده هو يعني درجه الامان اللي موجوده فيها ما زالت ما فيش مشكله خالص، درجه الامان يعني كتير عن ذي قبل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا النهارده عندي كم كبير من المخلفات الحيوانيه والنباتيه اللي هي بنطلق عليها الكتله الحيويه، بنحاول دلوقتي نستغلها في مشروعات البيوغاز، الغاز الحيوي، ودي على مستوى الكره ممكن تبقى فيه وحدات مجمعه، ودي اتعملت المشروعات بتاعتها ووزاره البيئه عملت واحنا عملناها كاتحاد نواة للبيئه وجمعيات اهليه، عملنا نفذنا للمزارعين بيغطي بيته بوحده ما بتكلفهوش 20,000 جنيه دلوقتي، وتشتغل معاه 25 سنه والغاز يفضل مستمر عنده للنهاره، بيولدها من الطاقه من المخلفات الحيوانيه والنباتيه، يا دوبك تخمر لها هوائي، يعني انت ما بتعملش حاجه اكتر من تيجي الحاجه دي وتخمر تحطها في مخمرة ومقفول عليه وبتسيب البكتيريا تشتغل بتطلع لك الغاز الطبيعي، يعني عملية من أروع ما يكون، تخلصت من المخلفات طلعت سماد وطلعت غاز، فاستفاد بالسماد واستفاد بالغاز. انت النهاردة عملت لكن مش على نطاق واسع، شغال وزارة البيئة عملت أكتر من 80 وحدة، إحنا عملنا حوالي 15 وحدة، وفي مخطط إنها توصل لأكتر من 500 وحدة كبيرة موجودة، لأنها زي ما بقول محتاجة قطعة أرض تبقى متوفرة في الحيز الزراعي، ودي مشكلة صغيرة إنها عارف دلوقتي، وخصوصا البناء على الأرض وكذا دي، فأصبح النهاردة ممكن تعمل المشروعات دي في الزهيق الصحراوي، انا ما عنديش مشكله، وده المخطط ليها مجمعه، يعني يبقى وحده مجمعه تطلع. على فكره المخلفات الادميه اللي موجوده والحيوانيه في دول كتيره منها المانيا مش بس بتشتغل بالطاقه الشمسيه وبتشتغل بالمخلفات، بتدور بيها محطات بتغذي مدن. فاذا النهارده التكنولوجي موجوده في العالم، انت ممكن تاخدها وتطبقها وعندك خبره في كتير منها اكتر من غيرك. الدول الافريقيه على سبيل المثال ما عندهاش نفس الخبرات الموجوده عندك، انت النهارده بالخبرات اللي موجوده هتقوم وتنهض وتسبق. كويس. هي بيتبقى ايه؟ بيتبقى ان نقول للمستثمر خش بقلب جامد واشتغل، والدولة زي ما قلنا هتشتري منك، لان انتجت كهرباء وحبيت ادخلها على الشبكة، كهرباء جديدة متجددة كويس، وحبيت ادخلها على الشبكة ممكن يقولوا لي لا ما تدخلهاش. حصل حصل في وقت من الاوقات، ليه؟ من عندي فايت كهرباء، انا عندي في مصر النهاردة فايت كهرباء وبصدرها وعامل ربط مع كل الدول العربية ودخل على الدول الافريقية. طب انا محتاج ادخل على الشبكة بتاعتي طاقة جديدة ومتجددة، انا مش محتاج. ودي النقطة اللي لازم نحط عليها علامة استفهام. ليه مش محتاج ادخل طاقة متجددة؟ انا مغطي نفسي بالطاقة الاحفورية كويسة، طاقة متجددة انا هدخلها هبيعها للدولة، فائض هبيعها للدولة، ما انا كمستثمر هبيعها للدولة. كويسة، فهتقول لي انا مش محتاجاها. النهاردة الكلام ده مش موجود. انا بقول لك الكلام ده من سنتين ثلاثه كان عليه مشاكل كبيره من مستثمرين، انا كنت بقعد معاهم كاستشاري بيئي وكانت بسمع الشكوى دي، يقول لي انا عندي فايت كهرباء هعمل ايه بالكهرباء بتاعتك اللي هتقول، ما هو الكلام ده. النهارده لا، اتجاه العالم كله زي الدكتور كان محمد استاذ محمد استاذ محمد كان بالك ازاي ما اشار، اتجاه العالم كله النهارده للطاقه الجديده المتجدده، واصبح حتميه على مصر ان بقى ال 42% ولا 45% من الطاقه بتاعتها على رقم 35 تبقى طاقه جديده متجدده. الحاجه بقى اللي قولا واحدا ومش هنفاصل فيها هي ايه؟ لو انا ما خدتش الخطوات النهارده لانتاج الطاقه الجديده والمتجدده هيكون المردود ايه؟ اظلام تام. ليه؟ الوقود الاحفوري ناضب. فانت عندك البترول في مصر والعالم كله هيعود له قد ايه؟
كان مخطط ليه انه 25 سنه وينتهي مع الاكتشافات الجديده ممكن يمد ل 40 50 سنه؟ الغاز الطبيعي مهما كانت الاكتشافات الجديده اللي موجوده هيمد لكام؟ 70 75 سنه؟ يعني احنا بنتكلم على عام 2100 ما فيش وقود احفوري الا الفحم اللي موجود عندك. هتعمل ايه؟ هنضلم الاستوديو ده بس؟ انت مضطر. انت مضطر. العالم كله مضطر. يعني هو ده عليها الاظلام اللي انت بتتكلم عليه الناس ما بتفكرش فيه، لا مفكرين فيه وعارفين الكلام ده كويس قوي. ان على 2100 مش هي الجيل اللي عايش 2100 مش هيشوف، يعني عارف الافلام اللي احنا بنشوفها والخيال العلمي والقصص دي كلها هي دي موجوده في 2100. السيناريو قابل للتحقق يعني. طب يا دكتور وحيد، قبل كده كان الحديث عن تلوث البيئه والطاقه الخضراء وبدائل البترول كان نوع من انواع الترف الفكري يعني. الان خلاص اصبح بتجيش له الجيوش وبتحتشد له الدول، زعماء العالم كلهم بيجتمعوا، ولعل مؤتمر نوفمبر القادم في شرم الشيخ هو واحد من هذه المؤتمرات. العالم الان خلاص لم يعد امامه خيار غير ذلك، مش كده؟ بص لي العالم للاسف ما بينتبهش للمشاكل البيئيه الا اما تيجي عند باب بيته. يعني ايه؟ التلوث من ساعه الخليقه واكتشاف النار دي البدايه بتاعتها، وابتدى نقول اللي هو الانسان اللي كان بيعيش في الكهوف وابتدى يكتشف الحربة وبعد كده اكتشف النار وبعد كده ابتدى يولد طاقة وابتدت المشاكل تطلع، بس كانت الارض بتستوعب التلوث اللي موجود لغاية 1850 ما اكتشفوا الانجن اللي هي الموتور الصغير اللي بيشتغل بالبخارة يحرك عربية يحرك اي آلة يبتدي بس انت عشان تعمله هات فحم او هات وقود وحفوري وابتدي سخن المية يطلع بخار تبتدي تشغل الدنيا اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها. من 1850 ابتدت الناس بقى لسه نعسانه لغايه ما وصلوا ل 1772. عد بقى عندك من ادي 50 سنه وضيف عليهم 72 سنه يعني 122 قصدك 1972 ف 122 سنه الناس شغاله والمصانع شغاله والسيارات والدنيا كلها شغاله والانبعاثات طالعه 122 سنه لغايه ما حست الدول الاوروبيه بان التلوث بقى خلاص مفيش مشكله. يعني ده جنب بيت ده اللي انا بتكلم داخل البيت بقى هنا اهو. فابتدوا يصرخوا يقولوا العالم ابتدى يحصل فيه تلوث، هو احنا اللي كان عندنا التكنولوجيا وقتها ولا اي حاجه؟ ده احنا كنا دول محتله، محتلين العالم كله، واخد بالك ازاي؟ اللي هم مولعين فيه بالتكنولوجيات بتاعتكم الملوثه للبيئه، كانت النتيجه انهم 1972 قالوا الحل ايه؟ الحل ان احنا ننشئ حاجه اسمها برنامج الامم المتحده الانمائي للبيئه. تخيل 1972 ابتدوا يعملوا كيان دولي عشان يفكروا في حل المشاكل البيئيه. كان لسه تغير المناخ، تغير المناخ ده دخل في التسعينات في 1990 و92 و93 و94 ده كان مشكله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور وحيد امام استاذ البيئه بجامعه عين شمس، واهلا بيك دائما. اهلا بك واهلا بالساده المشاهدين. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ختام هذه الحلقه من البرنامج، الى اللقاء.